السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم سنة ستة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنحل أسئلة ليسون 3 في يونت 1 من كتاب المعاصر. في بداية الفيديو أحب أذكركم تاني، أنا شغالة معاكم من كتاب المعاصر وكتاب جيم وكتاب بيت باي بيت. لو عايزين اي حاجة اكتبوا لي في كومنت او تواصلوا معايا عن طريق الارقام اللي انا سايباها في القناة من فوق. ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة على الفيسبوك، اسم الصفحة تعلم بكل سهولة، واللي معايا على الصفحة يشاركوا في القناة على اليوتيوب، اسم القناة الانجليزي وجماله. شرح منهج اللغة الانجليزية من كتاب المعاصر لسنة ستة كله موجود على القناة، يعني مش موجودة على الصفحة. فحبايبي اللي معايا على الصفحة يشتركوا في القناة علشان يسمعوا فيديوهات الشرح كلها، لكن فيديوهات حل الأسئلة هتنزل بالترتيب زي ما أنا ماشية كده على القناة وعلى الصفحة. أتمنى يا حبايبي تشتركوا في القناة علشان تتابعوا كل فيديوهات الشرح من كتاب المعاصر. نبدأ بقى في فيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال choose the correct answer from A, B, C or D. اختر الإجابة الصحيحة. Number one, was there a bank across from the library؟ هل كان يوجد بنك على الجانب الآخر من المكتبة؟ طبعا هنا عندنا حروف جر خاصة بالأماكن والمواقع، خدنا across from على بعضها كده بمعنى على الجانب الآخر منه. Number two, was there a hotel beside the school؟ Yes, there was. ليه هنا اخترنا was؟ علشان السؤال بدأ بوز، واحنا قلنا اللي بنسأل بيه بنجاوب بيه. سألنا بوز يبقى هنجاوب بوز. لما بنجاوب بيس بنحط الكلمة اللي احنا سألنا بيها زي ما هي، بنحط الفعل المساعد زي ما هو، لكن لو بنجاوب بنو بنحط الفعل المساعد وبنضيف له ان أبصرف تي. Number three, the cat is behind that chair. يعني القطة خلف الكرسي. طيب ليه نخترنا behind وليه ما اخترناش between؟ عندنا between بمعنى بين، لازم يأتي بعدها two places يعني مكانين، لكن مكان واحد ما ينفعش. يعني مثلا نقول ايه؟ The cat is between the chair and the table. كده ماشي، اقول القطة بين الكرسي والترابيزة، يبقى لازم يبقى عندنا مكانين two places علشان نستخدم between. احنا اخترنا كده behind بمعنى خلف، دي المناسبة للجملة. عندنا في letter C across ما تنفعش من غير from، عندنا في letter D next ما تنفعش من غير to. احنا لازم كده نشغل دماغنا ونترجم الجملة ونشوف الاختيارات كلها، نقراها كده كلها ونشوف ايه المناسب وبنختاره مع الجملة. Number four, there was a hotel above the barber's shop. يعني كان يوجد فندق فوق محل الحلاقة، دي برضو المناسبة للجملة. Number five, was there a library near the hospital؟ هل كان يوجد مكتبة بالقرب من المستشفى؟ الإجابة no, there wasn't. لسه شرحة الجزئية دي وقلت اللي بنسأل بيه بنجاوب بيه. لو الإجابة بدأت بنو بنحط الفعل المساعد اللي احنا بدأنا بالسؤال، ولازم نضيف له إن أبصرف تي، يبقى هنختار wasn't يعني بمعنى لا يوجد، يعني ما كانش فيه في الماضي. Number six, was there a post office near the train station؟ يعني هل كان يوجد مكتب بريد بالقرب من محطة القطار؟ دي على القاعدة اللي احنا اخدناها، was there او is there او are there او where there، بمعنى هل يوجد او هل كان يوجد بقى على حسب اللي بنبدأ بالسؤال. Number seven, the hotel is in front of the new club. الفندق امام
النادي الجديد، كلوب بمعنى نادي، النيو بمعنى جديد. لما اقول ذا نيو كلوب يعني النادي الجديد. ان فرونت اوف كده على بعضها حرف جر خاص بالاماكن والمواقع بمعنى امام. نمبر 8 there was a library beside the hospital. There was a library، كان يوجد مكتبة، beside the hospital بجانب المستشفى. بعد كده عندنا rearrange الترتيب. الجملة الأولى عبارة عن الكوسة عشان سؤال. Was there a school beside the post office؟ وفي الآخر علامة استفهام. ما ننساش نحط في النهاية علامة استفهام، لو نسيتوها بتنقصوا عليها في الامتحان. طيب احنا بنكون السؤال بوز ذير ازاي يا حبايبي؟ اول حاجة بنبدأ بوز ذير. تاني حاجة احنا عندنا مكانين two places في السؤال او في الجملة على قاعدة ذير از او ذير ووز او ذير ار او ذير وير. طيب امتى اعرف ان انا هختار اسكول بعد ووز ذير واعرف ان المكان التاني هيبقى في نهاية الجملة؟ هقول لكم بعد ووز ذير لازم نختار المكان المسبوق بآ أو آن. يبقى المسبوق بآ أو آن بيأتي بعد ووز ذير مباشرة. هنا عندنا أسكول، يبقى دي كده بعد ووز ذير. المكان اللي بنضعه في نهاية السؤال أو نهاية الجملة لازم يكون مسبوق بذا أو صفة ملكية. يبقى المكان اللي في الأول مسبوق بآ والمكان اللي في الآخر مسبوق بذا، يعني انتوا تعرفوها كده. نمبر 2 دي بقى جملة هتبقى the theater is behind the train station. المسرح يكون خلف محطة القطار. هنا بقى جايب لي ازاي بنعمل سؤال على was there وازاي بنجاوب على السؤال. انا اشرح اول سؤال، لو فهمت اول سؤال بتفهموا باقي الاسئلة. ازاي اعمل سؤال was there؟ اول حاجة هو جايب لي اماكن في الصورة، كل الكلمات اللي فوق بستخدمها في تكوين السؤال، ومحدد لي بقى انا هجاوب بيس ولا نو. طيب ازاي اكون السؤال؟ كل الاسئلة هتبدأ ب was there بمعنى هل كان يوجد. بعد كده بنكتب الاسم اللي في الاول بعد was there. لو بيبدأ بحرف ساكن المكان لازم يسبق بآ، لو بيبدأ بحرف متحرك لازم يسبق بآن. بعد كده بحط حرف الجر، وبعد كده المكان التاني وهنحط قبله ذا. يلا نشوف أول سؤال. Was there a school beside the library؟ يبقى احنا كتبنا was there من عندنا القاعدة اللي احنا أخدناها، وحطينا A قبل school. A school تبدأ بحرف ساكن، وبعد كده حرف الجر اللي هو حدده في الصورة beside، بعد كده المكان التاني the library. Was there a school beside the library؟ هل كان يوجد مدرسة بجانب المكتبة؟ حدد لي yes، هنقول yes there was. ازاي بنكون الاجابة؟ اول حاجة بنكتب yes او no على حسب بقى هو طلب مننا ايه بالظبط. بعد yes او no بنحط كومة. بعد كده بقى بنعمل علامة المقص بين اول كلمتين في السؤال. يعني ايه علامة المقص؟ زي ما انا وضحت كده بنبدل اول كلمتين مع بعض، هنجيب there الاول وبعد كده was. yes there was يعني نعم كان يوجد. هنبدأ بقى نكمل كل الأسئلة. Number 2 was there a train station behind the hotel؟ هل كان يوجد محطة قطار خلف الفندق؟ Yes there was يعني نعم كان يوجد. Number 3 was there a pavement in front of the bridge؟ هل كان يوجد رصيف أمام الكوبري؟ No there wasn't يعني لا، يعني ما كانش في رصيف أمام الكوبري. Number 4 was there a barber's shop near the post office؟ هنا بقى السؤال والإجابة كاملين، بمعنى هل كان يوجد محل حلاقة بالقرب من مكتب البريد؟ Yes there was يعني نعم كان يوجد. باقي الأسئلة. Number 5 was there a school across from the hotel؟ كوننا السؤال كده كله، هل كان يوجد مدرسة على الجانب الآخر من الفندق؟ No there wasn't يعني لا. Number 6 was there a bank above the library؟ No there wasn't يعني لا. Number 7 was there a hotel
above the barber's shop، هل كان يوجد فندق فوق أو أعلى محل الحلاقة؟ Yes, there was. بعد كده number 8، was there a pavement، هل كان يوجد رصيف؟ behind the theater، خلف المسرح. No, there wasn't. يعني لا. كده يا حبايبي اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. الفيديو اللي بعد ده هنحل فيه باقي الاسئله اللي جت على ليسون 3 عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. عايزين اي حاجه اكتبولي في كومنت، لو مفيش كومنتات علشان اليوتيوب خصص المحتوى للاطفال في الحاله دي مفيش كومنتات، ممكن تتواصلوا معايا بقى عن طريق الارقام اللي انا سايباها في القناه من فوق، او ممكن تتواصلوا معايا عن طريق صفحتي على الفيسبوك تعلم بكل سهوله، التعليقات موجوده، فممكن تتواصلوا معايا عن طريق الفيديوهات اللي بتنزل على الصفحه. وبكده اكون وصلت معاكم يا حبايبي لنهايه الفيديو. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.